أنا الماء السبيل فضيلة الشيخ إذا احتسب الأجر لوالديه وجعله سبيل، هل في هذا فضل؟ نعم، هذا فيه فضل عظيم، يعني تسبيل المياه للشرب، وفي أمكنة تجمع الناس أو مرور الناس، هذا شيء طيب وهو من أفضل الأعمال. وأن يجعل ثوابه لوالديه هذا من أعظم البر إن شاء الله. نعم.